الكثير من التفاصيل اللي هنتعرف عليها مع حضراتكم دلوقتي من خلال هذا الاتصال الهاتفي. هيشارك معنا زميلي وصديقي العزيز الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولمشاهديك الكرام ولجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. أهلا بيك وبسعد دايما بمشاركتك معنا، وياريت تقول لنا كل ما يمكن أن يطلع عليه جمهور القناة وجمهور النادي الأهلي داخل وخارج مصر عن أي معلومات متاحة في هذه المرحلة أو في هذا التوقيت أن تخرج للإعلام وللرأي العام عن نتائج عما يجري العمل عليه في الإطار المالي والاقتصادي والاستثماري داخل النادي الأهلي. أولا مرة تانية تحياتي لحضرتك ولمشاهديك، والحقيقة لو تأذن لي يا محمد أنا عايز أتكلم في نقطتين يعني من وجهة نظري في غاية الأهمية. النقطة الأولى هو هذا الموضوع المهم اللي تفضلت ب يعني سرد وقراءة تفاصيل خبره المتعلق باجتماع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة الدكتور فاروق العقدة مع الكابتن محمود الخطيب وعضو اللجنة طبعا المحب الكبير للنادي الأهلي الأستاذ ياسين منصور وهو أيضا عضو مجلس إدارة سابق، في حضور يعني نائب الرئيس النادي وأمين الصندوق. والنقطة الثانية لو أذنت لي هنعرج عليها لأنها نقطة في غاية الأهمية، هي الحقيقه التوافق والاتفاق اللي وصلت اليه اداره النادي مع اجهزه الامن ووزاره الداخليه بشان استضافه استاد القاهره الدولي ل يعني الانطلاقه الافريقيه ان شاء الله يوم 6 مارس في حضور 5000 متفرج. الامرين طبعا في غايه الاهميه، وهنبدا بالترتيب اللي عرضت بيه الافكار دي دلوقتي واحنا بنسمعك فيما يتعلق في البدايه بالاجتماع الخاص بلجنه الاستثمار او لجنه الموارد والاستثمار في النادي. هو الحقيقة هذا الاجتماع كان اجتماع استهلالي لأنه منذ يعني شهر تقريبا تم تشكيل أو الإعلان عن اختيار الدكتور فاروق العقدة رئيسا لجنة الاستثمار وتنمية موارد النادي، ويعني نحن لسنا في حاجة إلى أن نعدد مآثر الرجل وسيرته الذاتية العطرة. هو واحد من أكبر الاقتصاديين ليس في مصر فقط ولكن في تقديري على مستوى العالم، وابن من أبناء النادي الأهلي وعاشق لي، وحتى انه يحرص على حضور مبارياته في المدرجات يعني كمشجع للنادي الاهلي وليس فقط كرمز من رموز النادي. فالحقيقه ان الدكتور فاروق لديه خطه طموح تتعلق بتنميه موارد النادي، اللي يسعدك النهارده انه لما يكون يعني اول عضو يتم الاستقرار عليه في هذه اللجنه هو رجل ايضا اقتصاد بحجم الأستاذ ياسين منصور، وهو من هو ياسين منصور، ابن من أبناء النادي الأهلي ورمز من رموزه وعضو مجلس إدارة سابق وعاشق بكل ما تحمله الكلمة، ناهيك عن الدعم الذي يقدمه دوما للنادي الأهلي وهذا معروف للجميع. أكيد. مفترض أن الدكتور فاروق سيعلن في خلال أيام عن تشكيل باقي اللجنة، واللي أحب أؤكد عليه أنه الحقيقة أنه الأسماء هتكون على نفس الحجم من هذه الأسماء العظيمة والكبيرة من أبناء النادي الأهلي. الحقيقه انه الاجتماع صار في اتجاهين يا محمد، الاتجاه الاول ان الدكتور فاروق عرض لتصوراته بشان البحث عن موارد ماليه وطرق استخدام اسم النادي الاهلي واستثماره بالشكل الامثل الذي يليق بنادي القرن من اجل توفير الموارد الماليه اللازمه لتنفيذ خطه مجلس الاداره الطموح. وهو ده اللي اكد عليه كمان الكابتن محمود الخطيب، انه فعلا هناك برنامج زمني ومعد الحقيقه اعداد جيد جدا يتعلق ب الحقيقه الكابتن اطلق عليه برنامج عيله الاهلي، من اهمه هو فكره التطوير، والتطوير الحقيقه مش بس تطوير منشات، وان كان تطوير المنشات بياتي في الصداره، فهناك خطه تتعلق بتطوير مقر النادي وفروعه الثلاثه في الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد، تم توقيع بروتوكول بشانها مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. في زياره مهمه جدا للسيد محافظ القاهره المهندس عبد الحميد، الرجل الحقيقه المحترم، الى مقر النادي الاهلي بكره بالجزيرة للقاء مجلس الإدارة. في الحقيقة عدة موضوعات سيتم استكمالها في هذا الاجتماع. من التفاصيل الموجودة كمان قدامي يا شريف أن الكابتن الخطيب تساءل عن الحد الأقصى الممكن تحقيقه أو تنفيذه عن طريق الكوادر والخبرات الموجودة في لجنة الاستثمار والموارد فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من الحقوق الجديدة الممنوحة للأندية في مجال الاستثمار وفقا لقانون الرياضة الجديد تحديدا، ومدى إمكانية طبعا تفعيل هذا الأمر. انت تعلم محمد انه قانون الرياضه الجديد اعطى للانديه حق انشاء شركات من اجل الاستثمار، لانك بتتكلم عن رياضه مهمه جدا اصبحت صناعه كبيره ليست فقط كره القدم ولكن الرياضه في مجملها. انت تعلم حجم الاستثمارات على مستوى العالم في هذا الاطار. النادي الاهلي هو اكبر نادي يعني دون مغالاه ودون مبالغه بالارقام
تتحدث، هو اكبر نادي ليس فقط في مصر وافريقيا والشرق الاوسط، وان يكون واحد من اكبر انديه العالم. مجلس الاداره عازم على نقل النادي فعلا الى مصاف يعني كبريات الانديه العالميه من خلال هذه الخطه الطموحه. وبالتالي الاقتصاديين ورجال الاستثمار لديهم رؤيه من خلال انشاء هذه الشركات في كيفيه استثمار وتسويق اسم النادي بالشكل الذي يليق والذي يدر عائد محترم يوفر الحقيقه التمويل اللازم لخطط التطوير للانفاق الضخم جدا يعني متوقع ان شاء الله في الفتره الجايه. صحيح، ناهيك طبعا عن العمل الدؤوب اللي بيسير بالتوازي في مشروع المدينه الاهلي الرياضيه اللي ان شاء الله دي هتكون هديه فعلا مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي الى جماهير النادي الاهلي والى المصريين بشكل عام، وهو مشروع استثماري من طراز رفيع ان شاء الله ستعلن تفاصيله. طيب، يعني في تقديري في غضون اسبوعين على الاقل. النقطه دي تحديدا هنستكملها طبعا معاك في حلقاتنا القادمه ان شاء الله من خلال متابعتك لاجتماع مجلس الاداره القادم، وزي ما قلت لنا دلوقتي يا شريف انه هيقدم فيه التشكيل الكامل والنهائي لكوادر ولاسماء لجنه الاستثمار والموارد ليعتمدها او ليقرر بشانها مجلس الاداره، وده طبعا هيخرج بقرارات رسميه من المجلس هنطلع عليها معاك ان شاء الله في الفتره الجايه. خلينا ننتقل للمحور الثاني اللي يهمني كمان اسمع رؤيتك وما يمكن ان تعبر عن وجهه نظر مجلس الاداره بشانه، القرارات الخاصه بترتيبات كره القدم والارتباطات الدوليه او القاريه والمباراه القادمه للاهلي ان شاء الله في البطوله الافريقيه في بدايه مشواره الافريقي في او على ملعب استاد القاهره. خليني اقول لك ان هذه المباراه لها خصوصيه كبيره جدا يا محمد، نظرا لانها المباراه الاولى التي يعني يلعبها النادي الاهلي في استاد القاهره بحضور جماهير. والحقيقه انه ندرك جميعا ان كره القدم بدون جماهير فهي بينقصها يعني عنصر ان لم يكن الاهم فهو واحد من اهم عناصر التشويق والاثاره في هذه اللعبه، والنادي الاهلي كان اكبر المتضررين بالتاكيد من اللاعب بدون جمهور او اللاعب خارج القاهره حتى لو في حضور جماهيري. وبالتالي كان النادي الاهلي ومجلس ادارته حريص على ان تكون هذه المباراه في استاد القاهره الملعب الرسمي للنادي الاهلي وبحضور جماهيري، وبالتالي هي المباراه الاولى على هذا الاستاد العريق بهذا الحضور. كان هناك اتصالات الحقيقه مع الاجهزه الامنيه مع وزاره الداخليه اللي ابدت الحقيقه تعاون تام وكامل ولديهم رغبه فعلا في عوده الجماهير الى جماهير كره القدم الى المدرجات، وبالتالي حدث نوع من التوافق بشان حضور 5000 متفرج لهذه المباراه. لكن خلينا كمان نؤكد انه الحقيقه سواء النادي او وزاره الداخليه حريصه على مفهوم الامن والسلم المجتمعي وعلى امان وسلام المتفرجين، وهو ده الاهم يا محمد. الثلاث جهات بالتاكيد مجلس اداره النادي الاهلي ووزاره الداخليه وكل المسؤولين في كل القطاعات في الدوله بما او منهم ايضا اتحاد الكره والمسؤولين في اتحاد الكره المصري بالتاكيد. صحيح، لكن الحقيقه انت بتتكلم عن عوده جماهير. صحيح جمهور الاهلي شايف انه 5000 متفرج عدد قليل، لكن احنا بنقول انه هي مجرد بدايه، والبدايه دي بترتب مسؤوليه كبيره على جمهور النادي الاهلي طبعا، بانه الحقيقه يظهر المستوى الراقي والمحترم اللي تميز بيه جمهور النادي الاهلي عبر العصور في عمليه التشجيع، في سهوله الدخول والخروج من الاستاد، في التعاون مع امن النادي وعناصر الشرطه والامن الاداري اللي هيكون مكلف بتنظيم المباراه، في الحفاظ على منشات الاستاد اللي هي بتمثل الحقيقه ثروه لهذا الشعب. ومن ثم يعني ممكن هذه المباراه تعطي صوره جماليه رائعه تعبر فعلا عن جمهور النادي الاهلي العظيم اللي احنا توقين الى انه يملا جنبات استاد القاهره في المباريات القادمه ان شاء الله. يعني هل ممكن نقول وفقا لكلامك يا شريف ان مجلس اداره النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب بيعتبر ان هذه المباراه تحديدا هتكون هي العنوان المنشط الرئيسي لفكره عوده وامتلاء الجماهير والاستادات او الاستادات والملاعب بالجماهير في الفتره الجايه ان شاء الله؟ بالتاكيد يا محمد، بعد التجربه المريره اللي عدينا بيها يعني في ايام عصيبه ندعو الله الا تعود يعني. هذه المباراة بتعد بداية جديدة بنختبر فيها أنفسنا وقدرتنا على عدم الاندثاث بعض العناصر الإثرية بين الجمهور العظيم وهو ذاهب للاستمتاع بكرة القدم والحقيقة دعم ومساندة فريقه. التجربة وانا واثق انها تنجح ان شاء الله يا محمد، لان احنا ثقتنا في جمهور النادي الاهلي بلا حدود أكيد. ونحن ندرك ان هم احرص على اسم النادي وعلى امنهم وعلى سلامتهم وعلى منشات الدوله المصريه اللي هي منشاتهم بشكل كبير جدا، فاحنا بنتمنى منهم ان هم ما يتعرضوش لاي استفزاز، يكون في تعاون مع امن النادي ومع الامن الاداري لشركه الامن اللي هتتولى التامين
مع افراد الشرطه اللي هدفهم الوحيد والرئيسي الحفاظ على امن الجمهور قبل امن المنشات يا محمد، وبالتالي نجاح هذه التجربه والتاكيد على اننا اهل المسؤوليه سيعطينا كلنا الحقيقه الفرصه لان نتحدث بشان زياده عدد الحضور الجماهيري في المباريات القادمه. بشكرك جدا. ان شاء الله انها تخرج بصوره رائعه وتسعد الجميع يا محمد. باذن الله ان شاء الله تكون نقطه انطلاق مضيئه واكثر من رائعه، وزي ما قلت يا شريف يبنى عليها المزيد من النجاح بعد نجاح هذه التجربه اللي هتكون نقطه الانطلاق او العنوان الرئيسي لعوده الجماهير للاستادات والملاعب في الفتره الجايه. وباذن الله نطلع ونتابع مزيد من الاخبار الايجابيه واللي بتحمل طبعا بشائر جيده جدا لجماهير واعضاء النادي في وكل محبي النادي الاهلي داخل وخارج مصر فيما يتعلق بتنميه الموارد ودعم النادي استثماريا والنهوض به ماليا واستثماريا في الفتره الجايه. بشكرك جدا زميلي العزيز الاعلامي شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي.